أهلا بكم. تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية إضافية، والتي أمر بها سموه خلال الملتقى الحكومي الذي عقد نهاية أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الإسكان عن البدء في توزيع الوحدات السكنية في مشروع إسكان ضاحية الرمل على المستفيدين، والذي تستمر حتى منتصف الشهر المقبل ضمن 10 مشاريع إسكانية سيتم الانتهاء من توزيع الوحدات فيها خلال الأشهر القليلة المقبلة. حرصاً على استمرار العمل في تنفيذ الأمر الملكي السامي ببناء 40,000 وحدة سكنية، وتنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد خلال انعقاد الملتقى الحكومي بتوزيع 5,000 وحدة سكنية، تتضافر جهود جميع العاملين في وزارة الإسكان لتنفيذ أمر سموه ضمن إطار زمني يستمر حتى منتصف الشهر القادم. يمثل بدء الوزارة في توزيع 5000 وحدة سكنية جديدة على مستحقيها المحطة الأخيرة في تنفيذ برنامج عمل الحكومة بشأن توزيع 25,000 وحدة سكنية، والذي استطاعت الوزارة تحقيقه تنفيذا لما جاء به الأمر الملكي السامي ببناء 40,000 وحدة سكنية. ومنذ صدور أمر صاحب السمو الملكي قامت الوزارة بتشكيل فريق عمل لتحديد مناطق التوزيع وحصر قوائم المستفيدين، مع التوجيه بضرورة الالتزام بسرعة وتيرة العمل والتدقيق على جميع القوائم في الوقت ذاته لضمان وصول الخدمة الإسكانية لمستحقيها. ويتضمن الجدول الزمني توزيع وحدات سكنية في 10 مشاريع إسكانية، وتشمل مناطق اللوزي ومدينة حمد والرملي ومدينة سلمان ومدينة شرق الحد، إضافة إلى المشاريع المنفذة في الجوفير والبحير ومدينة خليفة وتوبلي. ويعد توزيع الوحدات السكنية على المستحقين انعكاساً للرعاية التي يوليها عاهل البلاد المفدى للخدمات الإسكانية بما يلبي احتياجات المواطنين في مختلف محافظات المملكة. كما يعد أمر سمو ولي العهد بتوزيع الوحدات الإسكانية يعد الأمر السادس الذي يتفضل به سموه خلال عامين، حيث تم الانتهاء سابقاً من توزيع 20,000 وحدة سكنية، فيما سيكون الأمر الحالي بتوزيع 5,000 وحدة جديدة بمثابة المرحلة الختامية لتحقيق هدف برنامج عمل الحكومة الإسكاني. أهلا بكم من جديد، ويسعدني أن أرحب بضيفي في الاستديو سعادة الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية الدكتور خالد عبد الرحمن الحيدان. أهلا وسهلا بك دكتور خالد. يعني بعد الأمر أمر سمو ولي العهد بتوزيع الوحدات اللي هي 5000 وحدة سكنية، ما هي الخطوات التي قامت بها الوزارة من أجل يعني توزيع هذه الوحدات وفي الوقت المحدد؟ طبعا بعد أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية، طبعا قامت الوزارة وبشكل فوري وبناء على توجيهات من سعادة وزير الإسكان بالاجتماع بشكل فوري برئاسة وزير الإسكان، وتم بحث موضوع إعداد جداول زمنية لتنفيذ هذا الأمر، وكذلك تحديد المشاريع اللي راح يتم تضمينها ضمن هذه الخطة حسب جهوزية كل مشروع. ولله الحمد وفي وقت قياسي قدرنا نحدد هذه المشاريع ونعد الخطة، وفي الفترة السابقة طبعا بدأت عملية التوزيع، ولله الحمد العملية طبعا مستمرة حسب الجدول الزمني الموضوع. لكن لما نذكر يعني موضوع التوزيع 5000 وحدة سكنية، ضروري ان احنا نتطرق ونعرف ان هذه 5000
هي طبعا يعني خلينا نقول امر تابع لاوامر سابقه، هي سلسله من الاوامر يعني متصله، هي حلقه في سلسله مستدامه. اي نعم، يعني ومتسقه مع برنامج عمل الحكومه. بدات الاوامر الله يسلمك في مايو 2016 بتوزيع 3000 وحده سكنيه، وبعدها 3200 وحده سكنيه، بعد ذلك كان عندنا توزيع امر لتوزيع 4200 وبعدها 4800 ومن ثم توزيع 5000 وحده سكنيه. جميل. وهذه ال 5000 طبعا الاخيره 5000 وحده سكنيه ليكون المجموع 25200 وحده سكنيه. طيب انا راح اتكلم وياك دكتور في المرحله الاخيره او هذه الوحدات السكنيه ال 5000 وحده سكنيه الاخيره خاصه. من هم المستفيدين من هذه الوحدات؟ طبعا المستفيدين بيكونون على قوائم الانتظار، لكن مهم نعرف احنا توزيع هذه المشاريع. طبعا راح توزع هذه يعني ال 5000 على جميع محافظات المملكه الاربع، وراح تتضمن تقريبا 10 مشاريع مثل مشروع مدينه سلمان، مشروع مدينه خليفه، مشروع اللوزي، مشروع شرق الحد، ومشروع الرملي، وغيرها من المشاريع. ومن المؤمل أن يعني يتم الانتهاء من هذه التوزيع في منتصف شهر مارس من العام 2019. طيب أنتم يعني ذكرتم الآن أن هذه المرحلة يعني التي قد انتهت الآن بتوزيع 5000 وحدة سكنية هي حلقة من مجموعة من الأوامر السابقة. الأوامر السابقة وسلسلة كبيرة. ما هي المرحلة المقبلة لإتمام عملية توزيع 40000 وحدة سكنية على المواطنين؟ طبعا يعني لما نقول احنا نتطرق حق ال 40000 وحده سكنيه، طبعا هذه كان بامر سامي من صاحب الجلاله ملك البلاد المفدى بتوزيع ببناء وتوزيع 40000 وحده سكنيه. طبعا ولله الحمد بالدعم من القياده الرشيده والحكومه الموقره تم تحويل هذه الامر لبرنامج عمل متكامل محدد بالنسبه حق المشاريع والجدول الزمني. ولذلك تم تحديد 25000 وحده سكنيه من هذه ال 40000 وحده سكنيه، وتم تضمينها في برنامج عمل الحكومه السابق من 2015 الى 2018. ولله الحمد يعني الحكومه وزاره الاسكان مثلا وزاره الاسكان قدرت تلتزم بهذه ال 25000 وحده سكنيه وتنجزها في الوقت المحدد. اما بالنسبه حق ال 15000 وحده سكنيه المتبقيه فما في شك طبعا راح يتم ان شاء الله تنفيذها حسب الجدول المعد في الفتره القادمه ان شاء الله. طيب كيف لمستم ردود افعال المستفيدين من هذه الخدمه؟ يعني خليني انا اخذها من جانب ثاني. اليوم التنميه في المملكه يعني محور التنميه في المملكه هو المواطن، والخدمات المقدمه طبعا تقدم للمواطن بشكل عام، وخلينا نقول الخدمات الاسكانيه بشكل خاص. لذلك يعني قياس رضا المواطن يعتبر من المؤشرات المهمة بالنسبة حق الوزارة والحكومة. وبالنسبة حق التوزيعات المستمرة الفترة السابقة بالعكس شفنا الفرح والشكر والتقدير للقيادة الرشيدة لدعمهم للقطاع الإسكاني. جميل جدا. طيب اسمح لي أن أرحب بضيفي عبر الهاتف عضو مجلس النواب سعادة محمد عيسى العباسي. يعني سيد محمد، يعني حقيقة مع إعلان وزارة الإسكان البدء في تنفيذ أمر سمو ولي العهد توزيع 5000 وحدة سكنية، تكون الوزارة أنهت ما التزمت به في برنامج عمل الحكومة، كيف تقيم هذا الإنجاز وسرعة التنفيذ؟ أولا السلام عليكم وأشكركم على هذه الاستضافة. حقيقة يعني توجيهات القيادة الرشيدة على رأس جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد هي دائما تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى. وللأمانة يعني وزارة الإسكان بالأربع سنوات اللي فاتت واللي هي تشمل برنامج عمل الحكومة استطاعت حقيقة أن تحقق إنجاز كامل على منقول 100% في تحقيق يعني برنامج وتطلعات المواطن البحريني. نعلم جيدا ان الوزاره جاءت يعني جاء الاخ الوزير والمسؤولين يمكن اغلبهم اللي موجودين حاليا واستلموا تركه قد تكون ثقيله على الوزاره، ولكن للامانه استطاعوا ان يقطعون مشوار كبير جدا في يعني سلسله هذا الملف المهم اليوم في البحرين واللي هو ملف الاسكان بسرعه ممتازه جدا. وإن شاء الله بأن يساعدهم الله بعد هاي الثقة الملكية أيضا لسعادة الوزير
بأن يستمر في الأربع سنوات القادمة بهذا النشاط وهذا العمل اللي شاهدناه في الأربع سنوات اللي فاتت. طيب يعني الملف الإسكاني يعني من الملفات الهامة تحت قبة البرلمان، خصوصا المرحلة المقبلة ستشهد بإذن الله استكمال تنفيذ الأمر الملكي ببناء 40 وحدة سكنية، ما هي رؤيتكم لهذا الملف؟ اليوم أعتقد أن المجلس النيابي يستطيع أن يقدم الدعم الكبير لمجلس النواب لوزارة الإسكان. أهم هذه الملفات يمكن الآن يمكن راح يأتينا برنامج عمل الحكومة من خلاله، بعد ذلك راح تأتي ميزانية العامة للدولة، ويمكن دعم الوزارة من خلال دعمها في الميزانية العامة للدولة حتى نساعدها في العمل وتلبية الطلبات يعني المنتفعين من الخدمات الإسكانية في البحرين. هذا شكل يعني من أشكال التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأعتقد أنه راح يكون إن شاء الله أوثق وأقوى في ظل المجلس الحالي اللي عقدنا العزم حقيقة في المجلس على أن احنا ننقل تطلعات المواطنين، فدعم اليوم وزارة الإسكان والوقوف معها للنجاح في مهمته هو نجاح أيضا للمجلس التفريعي، فهذا الدعم والتنسيق إن شاء الله راح يظل مستمر لوزارة الإسكان حتى تقوم بواجبها حقيقة الوطني في هذا الملف الإسكاني. الملف الإسكاني هو ملف يعني مستمر، يعني لا يستطيع الواحد أن يؤمن حياته بدون أن يكون هنالك مسكن من أولويات الحياة الكريمة بالتأكيد. هل تتوقع أن مستوى التعاون بين وزارة الإسكان ومجلس النواب في المرحلة المقبلة قد يشهد حل جذري لمشكلة الإسكان؟ حقيقة احنا اليوم يعني نتكلم عن أن في هناك حلول نوعية أيضا أتت فيها وزارة الإسكان في الأربع سنوات اللي فاتت، واللي هو موضوع السكن الاجتماعي، وهو حقيقة يعني إشراك القطاع الخاص هو أمر مهم جدا لحل هذا الملف. اليوم وزارة الإسكان أعتقد لوحدها من الصعب أن هي تستطيع أن تنهي هذا الملف. المجلس النيابي يستطيع أن يقدم الدعم مثل ما قلت من خلال الميزانية العامة للدولة، من خلال أيضا سن تشريعات تساعد وزارة الإسكان حتى يكون التعاون بينه وبين القطاع الخاص بشكل أكبر. نحاول أن ندلل هذه الصعوبات من خلال وضع تشريعات تسهل على الوزارة العمل لإنجاز المشاريع بشكل مستمر. جميل أن احنا نخرج بأفكار خارج الصندوق في أن الوزارة هي عندها الأراضي وتبني المساكن وتعطي المواطنين، لأن نخرج بأفكار خارج هذا الصندوق، لأن نتعاون مع القطاع الخاص وهناك أفكار كثيرة. أعتقد أن احنا راح نجلس مع الإخوان أكيد في وزارة الإسكان، راح نقدم أيضا المقترحات الموجودة عند النواب اللي قد تساعد أيضا الوزارة، وأنا متأكد بأن الوزارة دائما كما تعودنا أبوابها مفتوحة للسادة النواب في أن نتواصل معها وننقل أفكارنا حتى نتساعد في حل هذا الملف. نعم، عضو مجلس النواب سعادة محمد عيسى العباسي، شكرا جزيلا لك. وعودة إلى ضيفي في الاستديو، يعني ذكر النائب أن هنالك مجال للتعاون بالتأكيد مع القطاع الخاص في عملية صحيح. يعني حل إشكالية الملف الإسكاني، حدثني أكثر عن هذا الموضوع. طبعا في السنوات الأخيرة وضمن خطة مدروسة طبعا ومتسقة مع التوجه والسياسة الحكومية، بدأت الوزارة بالتحول تدريجيا من مزود للخدمة إلى منظم للخدمة، لكن هذه العملية تحتاج وقت وتدرج عشان تمشي بسلاسة. لذلك بدأت الوزارة في إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية، ومثال على ذلك يعني مشروع ديرة العيون في ديار المحرق، هو يعني أحد المشاريع اللي تم تنفيذها مؤخرا عن طريق القطاع الخاص. طيب جميل جدا، يعني كان هنالك عدد كبير أيضا من المستفيدين من دخول القطاع الخاص يعني في الحصول على وحدات سكنية مريحة في مشروع بناء 15,000 وحدة بالتأكيد سكنية باقية. هل سيتم فتح باب تعاون أكبر؟ يعني نحن رأينا مثلا مشروع مزايا الذي يعني استفاد منه فئة كبيرة من الشباب حقيقة. صحيح. هل هنالك نية لفتح مشاريع جديدة من الممكن أن تخول أن تسريع عملية الحصول على المسكن الملائم للمواطن؟ ما في شك اليوم الخيارات متنوعة أمام المواطن، يعني بالإضافة إلى الخدمات الإسكانية اللي موجودة من قسائم سكنية أو وحدات سكنية أو شقق تمليك أو غروض، هناك طبعا برنامج مثل ما تفضلتي برنامج مزايا. برنامج مزايا يمكن المواطن أن يختار الوحدة السكنية ويختار الممول ويحصل الدعم من الحكومة. طبعا بالإضافة لذلك مثل ما يعني بينت قبل شوية، القطاع الخاص بدأ يلعب دور كبير طبعا في تشييد الوحدات السكنية، وهذه ساعد يعني كثير، لأن الهدف في النهاية هو تقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطن وفي أسرع وقت ممكن.
لكن هنالك دائما سؤال من قبل المواطن أو من قبل حتى المشاهدين، ما هي فوائد هذا التعاون ما بين وزارة الإسكان وما بين القطاع الخاص؟ طبعا الفائدة هي الرئيسية راح تكون في تسريع الحصول المواطن على قائمة انتظار على الوحدة السكنية. بالإضافة إلى ذلك اليوم من ضمن برنامج مزايا يعني وجود عدد أكبر مطروح في السوق وبخيارات مختلفة حق المواطن من قبل القطاع الخاص بيمكن المواطن يعني بيسهل عليه أمر الحصول على الوحدة السكنية المناسبة. إذن هو المسألة مسألة تسريع عملية تسريع وتطوير حتى الجودة، يعني لأن المواطن هنا اليوم قاعد يختار الوحدة اللي هو يحبها في المكان اللي هو يختاره، وهذه الشغلة مهمة بالنسبة له عشان تكون السكن يكون ملائم، يعني حتى البيئة. المواطن اليوم السكن ما هو مجرد منزل، إنما هي بيئة متكاملة، فالمواطن راح يختار خلينا نقول حجم البيت، سعر البيت، المنطقة اللي يبغيها اللي تتناسب معه. جميل جدا، أنا شكرا لك بتأكيد حضورك معي في الاستديو الدكتور خالد عبد الرحمن الحيدان سعادة الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان، شكرا جزيلا لك. شكرا. والآن نستعرض أهم ما كتبه المغردون بشأن ملف الإسكاني وتنفيذ أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد، ونبدأ بتغريدة على حساب وكالة أنباء البحرين والتي نقلت خبر البدء في توزيع الوحدات الإسكانية حسب أمر سمو ولي العهد، وكتبت: تنفيذاً لأمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية الإسكان تشرع في توزيع وحدات ضاحية الرملي. أما حساب إلا البحرين فنقل تصريحا لوزير الإسكان عن استعدادات الوزارة للبدء في تسليم المرحلة الأولى من مشروع شرق الحد، وكتب: صرح المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بأن مدينة شرق الحد تشهد استعدادات مكثفة لبدء تسليم وحدات المرحلة الأولى من المشروع والتي أطلق عليها حي بوشاهين على المواطنين. حساب أخبار المملكة أشار إلى ما حققته وزارة الإسكان من إنجازات خلال السنوات الماضية، وكتب: خلال السنوات القليلة الماضية استطاعت وزارة الإسكان تحقيق العديد من الإنجازات، بناء وتسليم 20,000 وحدة سكنية، تنفيذ مشاريع إسكانية كبرى، تقليل فترة الانتظار، جهود تستحق الشكر والثناء، شكرا لكم. في ذات السياق غرد حساب بويتس العقاري مشيرا إلى مشروع مدينة سلمان باعتباره أكبر المشاريع الإسكانية، وكتب: قد لا يكون مشروع مدينة سلمان هو المشروع الوحيد من نوعه في مملكة البحرين، لكنه بالتأكيد يعد من أكثر المشاريع الطموحة التي تقوم بتطويرها وزارة الإسكان البحرينية، بل أنه في واقع الأمر أكبر مشاريع الإسكان التي تعمل عليها الحكومة البحرينية. وأخيرا غرد حساب أخبار سمو ولي العهد بالشكر الذي قدمه سموه خلال الملتقى الحكومي لوزارة الإسكان على جهودها، وكتب: سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد، نشكر وزارة الإسكان على جهودها في تنفيذ الخطط والبرامج الإسكانية لخدمة المواطنين. وأخيرا لكم مني أمنيات الخير والرخاء للبحرين كافة، ولكم كل الحب والتقدير، شكرا لكم وإلى اللقاء.